السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھٹی کلاس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون بالباطل الصاد بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله والذين يكنزون الذهب. ذال کو نرم آواز سے ادا کیجیے. ذہب سونا. ذہب والفضت ضاد یون نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے فایا ہوا ہے, اسے غنہ کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیے. دیکھیے والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يحمى ميم کھڑا زبر ما کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے, اس لیے تھوڑا کھینچ کر پڑھیے. فی ناری را کے نیچے زیر ہے, اس لیے اس کو جلدی پڑھیں, کھینچے نہیں. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله اثنا عدة الشهور را کے نیچے زیر ہے, اس لیے اس کو جلدی پڑھیں, کھینچے گا نہیں. نون ساکن کے بعد دال آیا ہوا ہے, اسے گننے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ان نون ساکن کے بعد فا آیا ہوا ہے, اس لیے فا کا قاعدہ ہوگا. کافا. آپ کو سمجھایا گیا تھا کہ اگر
حرف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید آ جائے تو مد لازم کا قاعدہ ہوگا اور اس کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. دیکھیے, ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. دیکھیے دوبارہ, يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم تنفروا تن نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے فا آیا ہوا ہے اس لیے غنہ کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے. فرو پیش والے حرف کے بعد واو ساکن آیا ہوا ہے اس لیے واو مدہ ہوگا, یہاں تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. یعذبکم ذال نرم آواز سے ادا کریں گے. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم قوما تنوين کے بعد حروف حلقی میں سے غین آیا ہوا ہے اس لیے بغیر غنہ کے جلد اظہار کر کے پڑھیں گے. ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إلا تنصروه صاد صاد کو پر کیجئے فقد نصره
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يهان تک اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیا جائے.